ديما كندوي ليك غير على كيفاش تقدر دير الفلوس وكيفاش تخدم اي كوميرس مزيان وكيفاش تكبر البيزنس ديالك. اليوم غنتكلم لك على خمسه المشاكل ضروري غيوقعوا معاك في الاي كوميرس لوكال. خد نفس عميق تقبلهم ودير في بالك الا بغيتي تنجح في الاي كوميرس خصك تغلب على هذه المشاكل. اول مشكل هو الريستريكسيون ديال لي كونت بوبليسيتير، تقييد الحساب الاعلاني واللي كيكون ناتج على جوج اسباب، يا اما الفيسبوك شاش عارفك جديد وكتبغي الايدونتيتي ديالك، يا السبب الثاني كتكون ما احترمتيش القوانين حتى شي تصويره ما هياش ولا قلتي شي كلمه ما هياش حتى هي. جوج رجع جي الكونت وطلق شي الحمله الاعلانيه ديالك ولكن واخا هكاك زيرو كوموند. هنا بالضبط خصك دير لاناليز، الا شتي الريتش كثير واللينك ليكس قليل عرف بلي الناس ماشي انتريسي بالبرودوي ديالك، الا شتي الريتش كثير واللينك ليكس كاينين دونك الناس كيدخلوا عندك للستور عرف بلي كاين شي حاجه ما كتخليهمش يشريو، مثلا يقدر يكون الثمن. ثلاثه طلق شي الحمله الاعلانيه ديالك دخلوك لي كوموند كونفيرماسيون داز حتى هي مزيان ولكن في الوقت ديال لا ليفريزون الخليه ما بقاش باغي الكوموند ديالو، هادشي عادي جدا وخاصك دير في بالك بلي في المارشي هنا المغرب من اصل 10 ديال لي كوموند كونفيرمي غير 6 اللي كيتليفري دونك ما تقلقش. اربعه لقيت شي البرودوي وطلق شي الكامبين وجبت شي سيلز وكونفيرميتي وليفريتي ولكن فاش تشد الفلوس كتلقى راسك مع ذلك خاسر، هادشي السبب فيه هو انك الحساب ديالك ناقص بزاف في التجاره وعندك لي شارج زايدين. خمسه هو ماشي مشكل في البروسيدور الاي كوميرس انما مشكل في عقليتك، ما كديفلوبيش راسك اكثر وما كتانسبيراش من المارشي، دونك حاول ما امكن تخدم على هاد المسائل هادو وبون كوراج الله يسهل الامور واللي ديجا واجه شي مشكل يكتبوا لينا في الكومنتير ربما نعطيو الحل. تهلا فراس.